السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من تلفزيون الأجواء. إلى العناوين: مجلس الأمة يقرر إنشاء لجنة تحقيق للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع. وزارة الصحة تنظم ملتقى وطني حول تجديد المنظومة الصحية يومي 8 و9 جانفي تحت شعار رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض. وبولاية وهران افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية بمشاركة حوالي 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين. وزير السكن يقوم بزيارة عمل وتفقد لولاية مستغانم، ويشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمستفيدين الذين دفعوا قسطا كبيرا من المبالغ المالية للوحدة السكنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. برلمانيا قرر مجلس الأمة اليوم إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع بهدف صد مناورات المضاربين. وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلمانية برئاسة رئيس المجلس السيد صالح جوجيل. وتوج الاجتماع تناغما مع سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ووجاهة غاياتها، أقول فضلا عن جهده الجهيد وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة، واضطلاعا بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته، وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة. وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن وما اتصل بها من ممارسات سلوكيات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوات ومعيشة المواطنين، يقرر ما يلي: إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة. انطلقت اليوم بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية بشعار رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ويمثل هذا الملتقى الذي تم افتتاحه بحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع، خاصة وأنه يأتي في ظروف وبائية عالمية لم تنجى منها الجزائر، ميزها انتشار جائحة كوفيد-19 بعدة سلالات مما أثر على منظومة كانت تعاني من اختلالات. ويشارك في هذا الملتقى الشركاء وقول الاجتماعيون وممثلو المجتمع المدني الذين سيتباحثون حول الخطوط الرئيسية الاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية. وينظم هذا الملتقى على شكل ثماني ورشات عمل متعددة التخصصات تتوج بتوصيات عملية تساهم في إجراء تشخيص دقيق للوضعية الصحية واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.
افتتح اليوم بمركز المؤتمرات محمد بن بحمد بوهران صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية بمشاركة حوالي 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين. وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بحضور والي ولاية وهران سعيد سعيود والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية هواري عبد اللطيف وممثلين عن سفارة تركيا في الجزائر، حيث أبرز الوزير أن تنظيم هذا الصالون يندرج ضمن المساعي المشتركة للبلدين والتزامها القوي بالدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات وبناء علاقات أعمال وشراكة ثنائية ناجحة. وأضاف السيد رزيق أن الصالون يعد أيضا فرصة للبحث في الفرص الاستثمارية الممكن تفعيلها لتطوير تعاون مشترك طويل الأمد بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا لتجديد استراتيجية مثمرة مع تركيا التي تجمعنا معها علاقات تاريخية وحضارية وثقافية واجتماعية وبناء شراكة تعود بالنفع على البلدين. شدد وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بالعريبي بولاية مستغانم على ضرورة إعطاء الأولوية للمستفيدين الذين دفعوا قسطا كبيرا من المبالغ المالية من الحصة الإجمالية المالية للوحدة السكنية، ما يفتح لهؤلاء المستفيدين الاستفادة من تخفيض 10% للصيغة السكنية ألبية. وانتقد أيضا المؤسسات والمرقيين العقاريين على تماطلهم في عملية الإنجاز السكني، ودعا القائمين على عملية الإنجاز السكن بضرورة احترام الأجال، وفي نفس السياق طلب تسديد الأشطر المالية للمؤسسات المنجزة في وقتها. نتابع التفاصيل مع تواتي بالعربي. 323 انتهي في 22، رانا في بداية عام 323 مسكن ما يترياليزاش في أكثر من 12 شهر. دونك ظروفات وكالكيلا بيك لي زونتربريز يخدم دو فوا ويت يرونفورسي ميم سي سي دو تراديسيونيل سي 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 يعني لو سيستيم كونستركتيف تاعو كونت تراديسيونيل بوتو بوتر il rentre dans les délais rana réalisé. Il y a des logements qui ne sont pas lancés. ما همش بديل مواطنا راه مستناو القوايم بالديورة كل السكنات اللي على مستوى مستغانم توزعت وكاينين الناس اللي راه عندهم لي ديسيزيون دو بري افيكتاسيون راه مستناو في اللوجمون ولهذا لازمنا ننظرو نبداو في الدراسات على كل الاراضي المتاحه اللي تقدر تدخل في العمارة استناو حتى نخلصوا لي لوجمون بعد نولي ندير الفي ار دي وبعد نولي ندير لي زامني دي ماتنو فوزاريتي فوتر في دو روت عندك المستحقات المالية الكافية باش تمشي في هذا الوضع الطريق. التحدي هنا في ولاية مستغانم إن شاء الله تكون واحدة من الولايات اللي ننتهي منها عد الاثنين في سنة 2022. فيما يخص العقود شاكر السيد الوالي والولاية على المجهود اللي قام به باش نتحصل الوكالة عدل أو المرقين العقاريين العموميين الأخرين على العقود. لازم تكون عندنا رؤية كومونيكاسيون دو كومونيكاسيون مع لي زاكيرور. يتفو كون كومونيكا بك لي زاكيرور كيفاش يتحصلوا على العقود نتاعهم. كاين بزاف لي زاكيرور اللي يحب يدير العقد نتاعو ما يعرفش كيفاش يدير العقد نتاعو. ذكر انه مؤخرا كان فيه امتياز انه الانسان اللي يدفع كل المستحقات ويدير العقد نتاعو عنده ان اباطمون دو 10% على قيمة السكن، يعني تخفيض 10% من قيمة السكن عندما الإنسان يقوم ولا لاكيرور المستفيد يقوم بتصفية جميع المستحقات نتاعو ياخذ العقد نتاعو. العقود في ولاية مستغانم الحمد لله موجودين، دونك المستفيدين اللي تحصلوا على سكنات في 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 عدل ولا في الأولمبي ولا في البرامج الأخرى العقود موجودة. اللي حاب يدير العقد نتاعو يتفضل وراح يكون فيه هناك خفض على قيمة السكن تقريبا 10%. اليوم استفدينا بالعادل مع اللي رانا عندي انا واحد بيرسونيل، ما عندي واحد 30 سنة راني داير لا دوموند
درت عادل، درت سوسيال، درت ال بي بي. الحمد لله اليوم ربي فتح علينا. ديجا ولدي هو ولا ورا راه في عمره برسك 30 سنه، كان في عمره عام من هالي درت لا دوموند، راه دروك راه راجل تبارك الله والحمد لله يا ربي. نتمناوها ان شاء الله كله جزائري، وتحيا الجزائر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله للولد تاعي استفاد من سكنه عادل 2013. نتمنى ان شاء الله لكل الشعب الجزائري اللي ماشي مستفاد من سكنات عدل يستفاد ان شاء الله، وتمنح ليه الفرصه، وان شاء الله بربي يفتحها لنا ان شاء الله بربي. أمنيا عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش كمية من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة البيع والترويج، ومبلغ مالي فاق 4,100,000 سنتيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم توقيف شخصين من ولاية الجزائر يتراوح أعمار ما بين 40 و55 سنة مسبوقين قضائيا. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا. عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش قضية الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما من ولاية الجزائر يتراوح أعمارهما ما بين 40 و55 سنة مسبوقين قضائيا، تبعا لإذن التفتيش وتمديد الاختصاص الصادرين عن النيابة المختصة إقليميا. أوقفت ذات المصالح المشتبه فيهما في القضية ثم ضبط وحجز داخل منزلهما على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بأكثر من 24,000 قرص مختلفة الأنواع، مبلغ مالي فاق 4,100,000 سنتيم تعد من عائدات الإتجار الغير مشروع، وكذا مركبة ودراجة نارية تستعمل في النقل والتوزيع. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا. فرقة البحث والتحري تضع حدا لنشاط مروجي مهلوسات بمدينة الخروب بحوزتهما قرابة 0.5 كيلوغرام من مسحوق أبيض. بينت العملية أنه عبارة عن دواء الترامادول تم سحقه ليروج في أكياس صغيرة على أساس أنه مادة الكوكايين. العملية أسفرت أيضا عن استرجاع أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سكاكين وسيوف. محمد عيات. بدري هباش إطار بفرقة البحث والتدخل بياري قسنطينة في إطار محاربة وتفكيك الشبكات الإجرامية الخطيرة التي تنشط في مجال ترويج مختلف أنواع المؤثرات العقلية، تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة بعد عمل استعلاماتي دقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة من توقيف شخصين بإحدى دوائر ولاية قسنطينة بطريقة جد احترافية، تلاها تفتيش مسكنهما العائلي ليتم حجز ما يقارب 0.5 كيلوغرام من مسحوق أبيض كان المشبه الرئيسي يروجه على أنه مادة الكوكايين، في حين أثبتت الخبرة العلمية أنه عبارة عن مسحوق مهلوس للمؤثرات العقلية من نوع ترامادول. هذه العملية النوعية التي كشفت الغطاء عن هذا النسق الإجرامي الجديد مكنت أيضا من حجز الأدوات المستعملة في عملية الترويج على غرار ملاعق تستعمل في تحديد وتقدير الكميات، أكياس بلاستيكية صغيرة تستعمل للتوضيب وتهيئة هذا المسحوق وإعداده للبيع، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء على غرار سيوف وسكاكين كبيرة الحجم تستعمل في إسناد نشاطهم الإجرامي من خلال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وبث الرعب في أوساط المواطنين. المشتبه فيهما بعد إتمام الإجراءات القانونية في شأنهما قدم أمام النيابة المختصة لدى محكمة الخروب عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، حيازة أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
بهدف تعلم مهنة الطلاء وتطويرها، قام الشاب طالب الأخضر من ولاية صعيدة بتنظيم تربص تكويني لتعلم حرفة الطلاء لفائدة 200 شاب بطال من كل بلدية صعيدة، التي من شأنها وضع لهم مكانة في عالم الشغل والقضاء على البطالة التي يعانون منها، وبإمكانها منحهم فرصة تكوين عائلية عوض البطالة. العملية لقت استحسان كل الشباب الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة الطيبة، وكللت بإعطائهم شهادات تكوينية يستطيعون من خلالها التوجه نحو عالم الشغل. تقرير بدر الدين تيفون. نشكروا تاني بوطالب وعلى حسب فورماسيون حنا تاعنا تما بلاص قرجت شابه مليحه بزاف، وحنا لي ابليكاتور ما شفنا حاجه جديده. ونشكروا الطاقم وجابنا خبراء من العاصمه شفنا حاجه جدد في مدينه سعيده. نشكروا اخوه بوطالب على هذه الاستضافه، ومن طون نشكروا الطاقم اللي جانا من الجي برودوي فينيسيا. ان شاء الله نتواصلوا معاه في جديد ومرحبا بهم. السلام عليكم، انا شاب من ولايه سعيده. قمنا بهذه المبادره للسباغين تاع سعيده لي بانتو تاع سعيده، علمنا لهم درنا لهم لي فورماسيون وحوالي هما واحد الميتين قسمناهم على 3 جروب. وان شاء الله ماذا بينا حنايا اللي قانت كيما هكا كيما الاجواء نشكروها على هذه المبادره والمرافقه تاعنا توجو في هذه التظاهرات. وماذا بينا حنا لي بانت تاعنا تاع سعيده يكونوا قدوه للشباب تاع سعيده ان شاء الله. وماذا بينا نزيدوا نكونوا في اكثر من 200 ان شاء الله، وان شاء الله بربي فيها الخير ان شاء الله. وهذه المبادره وهذه الدوره التكوينيه نديهم صدقه على الوالدين ان شاء الله، وان شاء الله يدعو لنا ربي وتكون مبادره سعيده وبليس سعيده ان شاء الله. السلام عليكم. بون حنا لبينا الدعوه تاع الشاب هذا يا اللي جماعه يعني اكثر من 200 سباق، وجينا لبينا الدعوه باه نوفروا له يعني المعلومات اللازمه لهذا الصباغين يعني باه يحترفوا خدمه الدهان. وحنا نتمناو يعني من هذا الشباب يكونوا قدوه للشباب الاخر يعني. أطلقت بلدية بئر قاصد على شرق ولاية برج بوعريريج حملة للنظافة تحت شعار معا من أجل مدينة نظيفة، غايتها تحسين المحيط البيئي للبلدية بمشاركة المجتمع المدني وأبناء المساجد. وأكد رئيس المجلس الشعبي للبلدية السيد فارس بندالي خلال إشرافه على انطلاق هذه الحملة أن العملية متواصلة كل يوم سبت بمشاركة كل الفاعلين من أجل إنجاح عملية التنظيف وفق تعليمات والي الولاية. المزيد من التفاصيل في مراسلة عبد الملك رفيس. وفقا لتعليمات السيد والي ولاية برج بوعريريج المتضمنة القضاء على النقاط السوداء ونظافة المحيط، شرعت اليوم بلدية بئر قاصد علي رفقة الجمعيات والمجتمع المدني المكونة لبلدية بئر قاصد علي في الشرف في عملية نظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء بإحياء 60 و150 مسكن و76، وستشمل باقي الأحياء في القريب العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. الآيات كثيرة، الأحاديث كثيرة، وأمة رسول الله أكثر من تعيش بين أكثر من مليارين من نسمة من البشرية، ولكن العبرة أن الإسلام قول وعمل، العبرة بالتطبيق. لماذا شوارع المسلمين اتسخت؟ لماذا شوارع المسلمين تدنست؟ لماذا مليارات الدنانير من جيوب الجزائريين وجيوب المسلمين تذهب سدى من أجل تسديد رمق إخواننا وأبنائنا وأبائنا من نعم يعني يعتش من الأمة الجزائرية يعني، ولكن بالمقابل
نستطيع أن نقتصد هذه الأموال لأمور أخرى. لماذا أصبحت هذه الشوارع في أمة رسول الله وفي دائرة برقص دعلي؟ فنتمنى أن نبحث عن البديل، ومن هذا البديل نحن أبناء المساجد وأبناء الكشافة وجميع المتعاونين في المجتمع المدني وفي الجمعيات الخيرية والجمعية الدينية. لبينا دعوة المجلس البلدي ببلدية برقص دعلي ولاية برج بارريج، فها نحن على الخير نتعاون. فنسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا وأباءنا ممن يعيننا في التنظيف، خاصة الموظفين في البلدية. إخواننا كاين حتى مسكن لي عن طريق الشبكة وراء الموظفين البسطاء، يعني نسأل الله العظيم أن نكون عونا لهم ورحمة عليهم، فنتعاون على الخير وبارك الله فيكم. رحيم اليوم في إطار الحملة الوطنية شارك فوج الشهيد محمد بواس كشف الإسلامية الجزائرية برقص دعلي في هذه الحملة رفقة فعاليات المجتمع المدني والمجتمع ككل تحت شعار مدينة برقص دعلي مدينة نظيفة. وشكرا. استبشر سكان بلدية تخميس مليانة بولاية عين الدفلة خيرا عقب استكمال عملية جمع التبرعات وضمان اقتناء وتسليم مولد الأكسجين لفائدة مرضى مستشفى خميس مليانة بمرافقة السلطات المحلية وتضافر جهود الجمعيات. صنعت التحدي وجسدت تضامن المواطنين سعيا منهم لدحر شوكة الوباء الفتاك. تغطية الحاج مزا ومراد دلوسي. ان شاء الله نجيب المولد هذا، ودوك راني فرحانه متعبر الشعور تاعي من الداخل، راني باغي نفاجئ بالفرح. راني باغي نفاجئ بالفرح خاطر خوتي راحوا قدامي. في جو من الفرحه العارمه تم اقتناء مولد الاكسجين وتسليمه للمصالح الاستشفائيه ببلدية خميس مليانة في ولاية عين الدفلة. فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل، وفضل الهبة التضامنية تاع المواطنين تاع الولاية كامل، وبطبيعة الحال المسايرة والتعطية تاع السلطات المحلية لولاية عين الدفلة على رأس سيد الوالي، استلمنا المولد تاع عين الدفلة، المولد تاع مليانة، والمولد تاع العطافة اللي راهم ديجا يشتغلوا. واليوم نقول الحمد لله يا ربي اللي استلمنا المولد الرابع تاع المستشفى تاع خميس مليانه. طفلكش الفرحه تاعنا اللي رانا فرحانين كجمعيات كمسؤولين كاطباء كمجتمع مدني، ما نقولكش واخيرا الحلم اللي كان حلم تحقق. القائمون على عمليه جمع التبرعات لاقتناء هذا المولد اشادوا بالهبه التضامنيه الراقيه التي صنعها المحسنون وعامه المواطنين. وبعد مدة طويلة من الانتظار ألحق المولد اليوم، الحمد لله بشرة خير الناس خميس مليانة، والشكر موصول للجماعة اللي بادرت في الهبة التضامنية التالية وقاموا بخروجهم للشارع يد واحدة. نشكر رب العالمين على الناس اللي دعمونا وطاونا دراهمهم وداروا ذي المبادرة، ونشكرهم على الاهتمام، ونقول لهم باللي هاهم دراهمكم وراحوا، وهاهم النشاط تاعكم وراحوا، ذوك ديروا فينا ثقة يا ناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيسة الجمعية الخيرية التضامنية شعاع الأمل بخميس مليانة ولاية عين دفلة، نشكر جميع الجمعيات الخيرية المجتمع المدني المبادرة هذه اللي درناها تاع المولد على مستوى مستشفى خميس مليانة. الحمد لله راه جا اليوم. نشكر مديرة المستشفى خميس مليانة، رئيس دائرة خميس مليانة، رئيس البلدية جديد كرفاح، نشكرهم شكر الجزيل. هو تجند وعزيمة من فولاذ أتت أكلها وقطفت ثمارها لغاية نبيلة عنوانها عازمون على دحر شوكة الوباء الفتاك. تشهد المحطة الحموية للمعالجة بالمياه المعدنية التي فتحت أبوابها مؤخرا بمحطة حمام محجر بولاية عين تيموشنت إقبالا كبيرا للزوار الباحثين عن التداوي بهذا النوع من المياه الغنية بالمواد الطبيعية، وكذا الباحثين عن السياحة الحموية التي تعول عليها الدولة الجزائرية بصفة عامة وولاية عين تيموشنت بصفة خاصة. كريم أبو النورين مدير المحطة المعدنية حمام محجر. هذا مشروع ومولود جديد كنا ننتظر فيه منذ زمن تقريبا 3 سنوات، والحمد لله على فضل الله ربي كان كرمنا بهذا المولود الجديد اللي هو موجه للزبائن القادمين من عبر أنحاء الوطن. وهذا المولود الجديد
نذكر على سبيل المثال واش فيه في الجاكوزي دوش اوجي مساج استرخاء سونا فيه دي با انديفيدوال فيه 18 18 با انديفيدوال بلس دي با كوليكتيف حمامات جماعيه ذات طابع تركي وهذا السبا هذا راه يصير عرف اقبال منطقه الزوار وخاصه اقبال كبير خاصه في الويكاند هناك جمهور غفير غفير لان الناس دائما متعطشه من هذا النوع من العلاجات من العلاج بالمياه المعدنيه خاطر علاش هو شيء جديد خاصه هنا في البلاد ولا الناحيه الغربيه كذلك للوطن معنا بها يا رانا جينا والله كم دوا طعمنا كما يقول ماذا بينا السياحة هي اللي تمت صورة مليحة للبلد ماذا بينا عندنا سياحة بزاف في كل مجالات تاع الحمامين الرياضة الثقافة كلشي السياحة هي اللي ماس تاع البلد لا هي اللي تجيب الاقتصاد طالما يكون عندك اقتصاد قوي نقولوا الحمد لله باش كلشي مبني على الاقتصاد ان شاء الله يا ربي نكون لهنا ونبنوها ان شاء الله كاين واحد العين منا فاني مليحه سموها الحامضه هكذا ولا يعني ها سما جيت انا والولاد زعما فرحت زعما مليحه كي جيت الدراري يحبوا وانا نحبب مع الدار وكاع تكون الا زعما عندك وين تخرج هنايا تريح في الحشيش في تكون هاني لا سيكيورتي كاينه كلشي كاين لأول مرة وعلى ركح قاعة سينما وسط مدينة غردايا عرضت جمعية الوئام للشباب والطفولة مسرحية الشارع المنسي من إخراج جمال نور الدين وسيناريو عثمان حميدة أين استمتع الحاضرون ولمدة ساعة كاملة باحترافية الممثلين الهواة الذين أبدعوا في تقمص شخصيات المسرحية المسرحية كانت تحمل الكثير من المعاني العميقة للتفاصيل أكثر في ميكروفون فوزي حاج قويدر وعبد العميد سعيد العمل المسرحي هذا اللي قامت به الجمعية مشكورة على ما بدلته عمل مسرحي اللي يعالج قضايا اجتماعية يعالج قضايا الشارع الجزائري يعالج قضايا شوارع الأحياء نتاعنا اللي نعيشوها هذا العمل هذا ما جاش بالسهولة بمجهود نتاع كل الإخوان يعني المساهمين في العمل هذا من ممثلين موسيقيين مخرجين في البداية يعني نشكرهم على المجهودات اللي بدأوا والصبر اللي صبروه باش طلعوا العمل هذا كذلك أنه مبادرة أو مساهمة قطاع الثقافة في العمل هذا يعني لنأسس لعمل مسرحي في غردايا نأسس لفرقة ناشئة نأسس لمشتلة للأعمال المسرحية الجادة وبهذا العمل هذا نقدروا غدوة نطلعوا أعمال واحدة أخرى مع مخرجين واحدين أخرين لكن الممثلين هما هذا هما الشد اللي بدينا به العمل المسرحي في غردايا إن شاء الله يكون الجمهور ذواق ويكون الجمهور متع بهذا العمل هذا وحنا دائما نعاونوا ونوقفوا مع الأعمال الجادة كما هذه لتأسيس لمسرح في غردايا ولمسرح جوي في غردايا إن شاء الله نشكركم على وجودكم هنا اللي غطيتونا هذه المسرحية اللي كانت أول مسرحية في ولاية غردايا ونشكر الجمهور هذا ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم إن شاء الله اللي ما توقعتش أنهم يجوا كاع هذا العدد الهائل الحمد لله ربي يوفق هذا المساغر برك ربي يحفظكم إن شاء الله مرتي اليوم كان لنا مسرحية بولاية غردايا التي قام بتمثيلها أبناء المنطقة وذلك لتوصيل الرسالة وإثبات بعض المواهب التي لم تكن نراها من قبل في المنطقة في الولاية نتمنى من السلطات أنه تأخذ بعين الاعتبار هذه الفعاليات ولا نشاطات الشباب هذه اللي تقوم فيها رغم كل أنه الصعاب ورغم كل الحواجز اللي كانوا تلقاها ومع ذلك وفرنا الجو الذي لم تشهد المنطقة من قبل أول حاجة نقولها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كمان العرض أراه من جون فيه وإحنا فيه ارتاحنا درك إن شاء الله يكون عجبكم العرض وهذه هي إن شاء الله وإن شاء الله كل ما تكونش هذه آخر مسرحية راح نديروها إن شاء الله من هنا ونزيدوا ونطلعوا كانت مسرحية الشارع المنسي في قمة الروعة والله نشكر شباب المنطقة وشباب الولاية على هذه الإنجازات البهارة والله عن جد مسرحية كانت في القمة على ما أظن كانوا يوجدوا فيها مدة عام
وكانت من كانت يعني عناو المكان عناو اللبسة عناو شحال من حاجة، والحمد لله شفنا نجاح مبهر، وكانت مسرحية في القمة إن شاء الله. ونتمنى من السلطات المحلية والسلطات الولائية والسلطات الوطنية لمراعاة هذه الشباب وتنمية هذه المواهب. تناشد عائلة منصوري جنون كل المحسنين لمساعدته ماديا لإجراء العملية الجراحية على مستوى الكبد بدولة تونس، والتي قدرت بحوالي 1 مليار سنتيم. كما يعاني المريض أيضا من كسر على مستوى الحوض، ما يستدعي أيضا لعملية جراحية قدرها 45 مليون سنتيم. تجرى العملية بالجزائر العاصمة. السلام عليكم، أنا عمري 14، بي مريضة ومسكين عندها زرع كبد، عملية من الخارج تركيا وتونس، وعملية سوية غاية سوية علينا ما تكنس نلمدوها. الحوسة هي براو يلعب معنا كما كان يعقل، كان يلعب معنا غادي حتى ثاني صح خاصنا سكناه، كان يلعب معنا كم ببكري غادي كان يخرج كذا. قريب 5 سنين عنده تجمع الكبد، قالوا لي ديه لترك أو تونس، وأنا ما عنديش باش نديه. أني نحوس على ناس الخير يتكفل واحد أي بيه، ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس تبون ولا أي واحد، هذا ولدكم هذا أدوه شغل يعاونوه يدوه للترك أو تونس. عنده 3 ذراري، عنده أنا ما لقيتش باش، عنده الباصة رايحت له، عنده 2 عمليات، عنده زرع الكبد وعنده الباصة رايحت له. يا ناس الخير يا رئيس تبون، خوفنا بابا يريح عنده عملية في العملية ترك أو تونس، احنا خوفنا بابا يريح ونفرحوا به، خوفنا بابا يريح ونفرحوا به، كما بكري كان يمشي ويسي ويدينا يعني بغي بابا يريح ويغز برا كما الناس مع أصحابه يدور. فاني نوجه نداء ليا ليه الوزير تاع وزير الصحة، فاني بالك شي واحد يكفل بيه أو طبيب أو أي واحد، أنا حوسو يتكفلوا بهذا، ما عنده قريب 5 سنين روكي من هكا، أنا حوس الزوج تاعي برا الوليداته نش نقولك ما. تناشد العشرات من العائلات القاطنة على مستوى حي الونشريس بالمرسى الكبير السلطات من أجل التدخل والنظر إلى حالها لإنقاذها من أزمة الضيق والاكتظاظ وعدة مشاكل أخرى تتخبط فيها كالبطالة ونقص المياه. وتكشف هذه العائلات لقناة الأجواء بأن الحي لم يستفد من أي حصة سكنية في وقت سابق وهو في طي النسيان، ويبقى أملها في الوالي الجديد من أجل التفاتة ترفع عنها الغبن. تغطية شرق يوسف وهو ريق الدار. احنا الحمد لله والصلاة والسلام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف السكن احنا في المرسى الكبير هذه في الحي ونشاريس، شحال من عام ما استفديناش حنا في هذا السكن، حنا بار لي زونسيا في المرسى الكبير، وحنا خوت بزاف، وكان كل واحد وراه قاسم هنا في هذا الحوش هذا تاع الوراثه تاع خوت بزاف، وما عندناش هذيك العقليه حنا باش نروحوا نبنوا في الفوضاوي ومننا، لا غالب حنا دايرين كيما هكا. حنا الحمد لله شوف راني مغبون هنا في هذا السكن هنا شحال من عام راني ساكن هنايا، وراكم تشوف الوضعيه تاعي تاع الساكن هنايا، ودرت دومون شحال من خطره، وتكلمت مع الشاف دايره وتكلمت معاهم ومع الرئيس الرؤاس البلديه اللي كانوا قبل، تكلمنا معاهم على المشكل تاع الساكن هذا، قال لك احنا الحمد لله ما عندناش الساكن احنا باش نعطوكم الساكن، الوالي هذا مازال ما بدنا الساكن، واللي كان اللي كان مير قبل كان سعيد رحماني، كان قبل هذا مير، كان يهدر وكان يقول لي الوالي راه مدي 450 سكنه هنا في المرسى، راكم انتم الولا في الاستفاده تاع الساكن، ما غاديش نروح للفوضاوي، غادي نروح انتم الولا اصحاب الهش اللي راهم ساكنين اللي قال عليهم الرئيس الجمهوريه. الساكن هادو اليوم ساكنين با ليزونسيا في المرسى. حطينا ملفات الحمد لله، حطينا ملفات، انا هدرت معاه هو الملف تاعي
هضرت ملف وديت هذا الملف تاعي للشاف دايره حطيتها في 2012، كاين واحد في 2011 واحد في 2012 وكاين واحد في 97 في 98 الشيبانيه الوالده وخوتي توفى، وكاين واحد خويا كان باليزونسيا في المرسى كان يلعب في المرسى، هنا كان يلعب في المرسى يعرفوه كاع بولي شعام ما استفاج من السكن، ماتوا كاع مساكين، كان اللي يشيلوا الشاشه لخوتي، وكاين واحد مريض ما راه ساكن معايا هنايا، كان واحد مريض راه مريض راه في السبيطار مسكين، ندعو له الله بالشفاء، ما راه في السبيطار وراه عند بنته ما نجمش كيعيش معنا هنايا. رسول الله انا نطلب من الوالي نقول له بلي رانا في كارثه هنايا، كارثه مرس كبير بالخصوص حي الوانشاريس الساردين رانا في كارثه، راه كاين زوج تعوزينات راهم بلعين، رانا في ازمه تاع ساكن، ازمه تاع ساكن بالخصوص ما راه يجينا ما كاين الضوء ما كاين الاناره عموميه في الطريق، رانا في كارثه. حنا في عود ما المير اللي يجي كان يقاولنا بالسكاني، المير اللي يجي قاولنا بالسكاني وما كان والو، في عود ما كانوا يمدوا 100 سكنه دروك وصلنا غادي يمدوا 1000 ولا 2000 سكنه، رانا في كارثه وجوالينا كاع راهم في الضيقه هنايا وكاع راهم مغبونين. ميم بخصوص لي زونسيان تاع المرسى ولي زونسيان تاع سردينا كاع راهم مغبونين، كاين شي عائلات في الدار ثلاثة أربعة خمسة بهم بولادهم، كان ولادهم كان ولادهم راهم والدين وراهم رانا في كارثة. التدخل تاع الوالي ونطلبوا التدخل تاع الوالي، نطلبوا إن شاء الله التدخل تاع الوالي وتكون التفاتة تاع الوالي ويجي يشوفنا هنايا ويجي يزورنا ويشوف الحالة اللي رانا فيها إن شاء الله، هذا اللي نجم نقول إن شاء الله. بالأخص في حي الوانشاريس اللي هي السردينا وين نسكنوا حنا، لم نستفد من السكنات منذ 20 سنة أو 30 سنة، والسكنات اللي استفدت منهم كاع البلدية تاع مرسى الكبير لم تستفد إلا من 65 مسكن و 62 مسكن و 105 مسكن منذ الاستقلال، معناه كي تجمعها 210 220 سكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الوالي رانا طامعين فيك على السكنة، رانا مخصوصين في السكنة ورانا مغبونين لا في الماء لا في الضوء لا في السكنة، ماذا بك رانا طامعين فيك وفي ربي تفرج علينا. هذا ما نقول هذا. سيدي الوالي انت فيك الخير، عاوننا بالسكنة في المرسى الكبير، هنا مغبونين في المرسى الكبير، اروح شوفنا رانا في ديار مجيت البرد، انا قاع مغبونين يا سيدي الرئيس، عاودنا عاودنا أنا في المرسى الكبير. ألم ومعاناة يعيشها فاتح شبلي القاطن بدائرة الخبانة ولاية المسيلة بسبب مرض أنهك بناته الثلاث اللواتي أصبن بمرض الصرع وحالتهم تتطلب وقتا طويلا للشفاء، والعائلة تطلب يد العون من المحسنين وذوي القلوب الرحيمة ووالي ولاية المسيلة للنظر في حالتهم. تقرير بعلي حمزة. أنا يا عامر شبلي من بلدية الخبانة ولاية المسيلة، عندي الوليدات هذو مرضى، عندهم الصرع، بدأت بالكبيرة هذه مولات راه في 6 سنين هكذاك، مولات 6 سنين بدأ فيها الصرع وجات ماشية، الخوتها الأخرى زادت عقبت الخوتها الأخرى اليومين هذا وأنا نعاني 500 يعني قال باتك فيما كيفاتش، الدواء تاعهم قالي، الطفلة كما راك تشوفها ثاني جيب 3 شهور 4 شهور هي راكدة في الفراش، بلقش بها نهزها وكنت ساكن في قربي مرحلة طويلة، وعانا نعاني اليومين هذا نعاني. السلام عليكم خياني، راهم عندي الطفلة الكبيرة طاح لي فيها المرض من ست سنين وأنا نعاني، زادت الأخرى زادت 4 سنين زادت جاها المرض هذا، زادت الأخرى عقبت 5 سنين زاد جاها المرض هذا، دروك الكبيرة راها في 16 عام واللي متى فوق اللي عقابها راهي ثاني في 15 عام والأخرى 13 عام، راني نعاني بهم، راني من اللي طاحوا من 6 سنين وأنا نعاني لليوم، راني نعاني منهم لليوم، راهم الظروف لازال عنهم، الوسطانية على راس الكبيرة راهي تتكتف لي جيبها 6 شهور و7، راهي 6 شهور و7 وهي تعاني. خياني لعدت لتراعوا وجه ربي وتوجه الخير عاونوني فيهم، حاجة مسؤولية الطفلة راهي صعيبة. الدواء ورا نشري فيه الأولاد قالي دير 100 200 300
الراديوات. طالب من سيدي الوالي ولاية المسيلة كشي منصب يعاوننا الطنابل اللي نديها للصيف اللي تهزمو ناقل 500,000. بويه مبطال 500 ما لقات فيه تجيه. نحوسوك تعاونوه ولا ديرولو ولا كشي ما ديرولو، راني ما قدرتش انايا، راني ما قدرتش. البنات هذو ثلاثه وحالتهم صعيبه، ملي طاحوا لي هذوك 6 سنين في مرضهم 4 سنين، وانا نهز في الدواء الباطه نشري فيها 200,000، الديباكين نشري فيها ب 110، الديباكين ب 110 راه على بال، هذا نشري فيه ب 200، هذا 4 سنين ما دخلونيش في لاسورانس. السلام عليكم، انا اسمي سلياف، ملي كان في عمرنا 6 سنين وحنا نعانو من هذا المرض، وبابا بقى بطال يحزق في 500، ما هي جايتنا في حتى حاجه. نطلبوا من رئيس الجمهوريه انه يعاوننا، والوالي ثاني يعاوننا. امال رشيد اعدت لنا المختصرات الدوليه لنتابعها. يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق الأراضي بالقرب من مدينة بويرتو مادرين في مقاطعة تشوبوت الأرجنتينية يوم الاثنين. اختتم في مدينة المعارض بدمشق المعرض الأردني للتجارة والخدمات بمشاركة واسعة من الشركات ورجال الأعمال والتجار الأردنيين من قطاعات مختلفة وسط ترحيب سوري. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين تابعتين لها نقلت يوم أمس مجموعة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان في إطار مهمة مؤقتة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. تتسارع وتيرة العمل في مصنع شركة إنجي بيوتيك في فرنسا لصناعة الكميات اللازمة من التحاليل الخاصة بالكشف عن كوفيد بسبب ارتفاع حالة الإصابة في البلاد التي تسجل أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19. تمتلئ وحدات العناية المركزية في بريطانيا بالمرضى المصابين بوباء كوفيد-19 الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل وفق تقارير إعلامية وطبية خلال الأسبوع الماضي، ودفع برئيس الوزراء بوريس جونسون إلى حث المواطنين على التطعيم لتقليل الضغط على المستشفيات. أعالي جبل مقرس في سطيف هي الأخرى اكتست حلة بيضاء بعد تساقط كميات من الثلوج. البساط الأبيض استقطب إليه العديد من الزوار من أهالي منطقة سطيف والولايات المحاذية لها، وجعلها قبلة سياحية بامتياز. المزيد مع مراسلنا من ولاية سطيف رحابي نصر الدين. احنا رانا في منطقة جبل مقرس، كما راكم تشوفوا الجبال اكتست بحلة بيضاء، الله يبارك ربي يسقينا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا لي فامي الدنيا راهي الله يبارك، الاولاد صغاري يلعبوا فيها حتى لي فيو 70 سنه 75 سنه يجيو لهنا نسولاجي وكيشوفوا يصب الثلج لهنا. دائما نجيو لهنا الجبل المقرس هذا عالي الله يبارك، ودائما لهنا يصب فيه الثلج. السلام عليكم، مالفا يعني ديما نجي ليه لهنا ونزورو بزاف، وخاصة في الشتاء يكون ديما هكذا وفي مناظر بزاف شابة، خاصة الفوق تلقى لي بارابول بزاف مناظر شابة. 48 ولاية جهة، 58 مش 48 ولاية جهة، ويزوروه بزاف الناس. منطقة سياحية شغل يجيو فيها الغاشي بزاف، كل جمعة يجيو لهنا يخرجوا ديفولي ينحيوا على بالهم شوية. جيت بيا نلعب من الثلج مع خويا وولد عمي. في كل عطلة نهاية السنة في فصل الشتاء نتنقلوا الجبل مقرس اللي هو جبل معروف ومشهور في ولاية سطيف خاصة في فصل الشتاء. ملاحظة برك أن السلطات تهتم نوعا ما خاصة من الناحية الأمنية،
ولو ان من ناحيه المنشات نقولوا احنا البلاد راهي تمر في ازمه، ما نقدرش نطلبوا منشات والله، لكن من الناحيه الامنيه لانه ممكن تكون ان لو تكون عاصفه ثلجيه كبيره ممكن تصير كارثه هنا في جبل مقرس. لهذا نطلب من السلطات سواء الحماية المدنية أو الجيش أو هذاك أنها تهتم، خاصة لما تتنبأ أنه تكون عاصفة ثلجية، لأنه كاين عوائل، كاين ناس، كاين ولاد صغار. عجبتني مقرس كيما نجيو دايما نلعبوا فيها لهنا في الشتاء، والله مليحة. وبهذه الحلة البيضاء التي اكتست بها الجبال نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الأمة يقرر إنشاء لجنة تحقيق للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع. وزارة الصحة تنظم ملتقى وطني حول تجديد المنظومة الصحية يومي 8 و9 جانفي تحت شعار رؤية جديدة، نظام عصري وخدمة المريض. وبولاية وهران افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية بمشاركة حوالي 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين. وزير السكن يقوم بزيارة عمل وتفقد لولاية مستغانم، ويشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمستفيدين الذين دفعوا قسطاً كبيراً من المبالغ المالية للوحدة السكنية. نشرتنا تمت، شكراً لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.